تعد المرأة العراقية من أكثر نساء العالم معاناة في بلد توالت عليه الحروب، فحملت على عاتقها أثقالا قد لا تقوى الجبال على حملها، وهذا ما أكده القائمون على مهرجان أقيم في بغداد لمناهضة العنف ضد المرأة. المرأة العراقية نعتبرها المرأة الوحيدة بالعالم اللي هي عانت أكثر كامرأة وجدت على الأرض، لذلك اليوم احنا بهذا المهرجان نريد أن نرفع عنها الحيف، نرفع عنها الضيم. اليوم نفعل قرارات الحقيقية لتفعيل دور المرأة الحقيقي وأعطاها كافة حقوقها المسلوبة. هي فعالية تسعى إلى مناهضة العنف ضد النساء في العراق، ولم تغب المرأة النازحة عن هذه المناسبة، فكانت حاضرة على لسان المشاركات التي أشرنا إلى ما تعانيه المرأة النازحة. ونستذكر بهذه المناسبة النساء النازحات اللي الآن يجلسن في المخيمات، والأجواء طبعاً الآن باردة وهن بحاجة ماسة إلى مأوى أو مسكن يليق بهن ويحفظ كرامتهن. إحنا مو فقط يعني ننظر إلى المرأة يعني الجالسة في المدينة أو الجالسة في الريف، ولكن هنالك فئة كبيرة جداً الآن تقطن في المخيمات. فعاليات عدة تخللت المهرجان لتسليط الضوء على واقع المرأة العراقية، من بينها معرض للرسوم حاول المشاركون من خلال لوحاتهم مناصرة المرأة لرفع العنف عنها. وبصراحة احنا مو جايين هنا بس نشترك بهذا الشيء كظاهرة فنية، وإنما انتقاد لكل الأمور السلبية اللي تتعرض لها المرأة العراقية بالذات في الوقت الحاضر، من عوز، من جوع، من اضطهاد. يعني أبصر شيء المرأة المتعرضة مثلاً للعنف أو للتحرش أو للضائقة المادية والمعنوية، هاي كلها أمور سلبية بصراحة تزداد سوءاً حتى في ظل الحكومات المتعاقبة، ما وجدنا لها أي حل. لطالما تحملت المرأة العراقية الكثير من المعاناة في ظل الصراعات التي شهدها العراق وبسبب الحكومات المتعاقبة وغياب القانون، يقول المناهضون للعنف ضد المرأة، ويؤكد معظمهم أنها كباقي مكونات الشعب العراقي ضحية لهذه الحكومة الفاسدة وميليشياتها الطائفية.